طبعا المحاضرة هاي المفروض انها تكون جزء من مسار، يعني احنا نتحدث لانه لما نتحدث عن الحرب ممكن نبدا بفلسفة الحرب، هذا ياخذ معنا وقت طويل، بعدين ممكن نتحدث عن انواع الحرب وتاريخ الحرب برضه راح ياخذ منا وقت طويل. في المتعلقات القانونية للحرب كمان مسألة طويلة. اليوم تركيزي انا راح يكون على شغلتين، طبيعة الحرب ومتعلقاتها الأخلاقية. بس قبل متعلقاتها الأخلاقية في شغلات أنا بدي أنوه لها. إحنا في اللغة العربية عندنا الحالة الطبيعية أو هي على فكرة هم بترجموها المؤلفين الحالة الطبيعية أو الوضع الطبيعي، بس مقصود بيها مش هيك. هنا بدنا نختلف شوية، بدنا نأخذ المفهوم مفهوم هوبز له. في اللغة العربية في عنا علم الأخلاق صحيح؟ طب تتأملوا في اللغة الإنجليزية في عنا شغلتين، في عنا إيثكس في عنا مورالز. عمركم شفتوا مصطلحات عندنا باللغة العربية وضع التفريق بين الحاجتين هاي؟ في خلط بينهم ولا مش هيك؟ طيب احنا عندنا في التراث العربي الإسلامي في نظير لكل واحدة منهم، لكن النظير استخدم في غير محله، احنا تجاهلناه. النظير لإثكس في البداية المترجم العربي تعلم معها على انها لا الجمال. لا 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 لا، عندنا جمال إشي تاني. لا هو إيثكس معناها جمال. لا هديك أفيسكي مثلا بنقول جمالي اللي هو علم الجمال، هديك تكتب هيك بالأسف هيك بداية. إحنا لا نتكلم عن إيثكس. إيثكس أول إشي ترجموها ما ترجموهاش، عربوها تعريب إيثكس خلص، هيك تعامل معها المترجم العربي إنه هذا مصطلح لا يمكن أنا أترجمه بدأ أخبزمه. بس فيما بعد صار آداب ورسوم. بس كلمة آداب بتختلف عن الأخلاق من وجهة نظركم؟ هلا أخلاق لو إحنا بدنا نترجمها أحيانا إحنا نيجي نتكلم موراليتي ونقصد فيها المعنوية، جيد؟ ونحكي أحيانا عن الحرب أو بنسميها، بس بنكتبها بالطريقة هاي، الحرب على المعنويات اللي هي الحرب الشاملة اللي المفروض مطلوب منها أو هدفها كسر إرادة القتال عند الخصم. هلأ أنا التفريق هذا حبيت أبدأ فيه لعدة أسباب. بدي أحكي أنا شوية نماذج تفهموني. افترضوا معي سيناريو متخيل، بقول إنه في جندي إسرائيلي كان يؤدي الخدمة الإلزامية، يعني هو لم يختار الذهاب إلى الحرب. الجندي هذا بعد عودته من المعركة رفع دعوة قضائية على كل المصوتين في الانتخابات للحكومة اللي أعطت قرار الحرب. من وجهة نظركم في وجاهة أخلاقية في تصرف الجندي هذا؟ أقول لك ليش؟ نعم. هلأ أول إشي الإنسان لما يكون مجبر أو مكره طبعا بيحق له انه يعارض الاشي، لانه في ذات الوقت هو مجبر وما عندوش اي اشي، لكن اذا صار في اشي لاحقا انه اتضرر او اشي زي هيك، زي مثلا الجنود اللي في الحرب الاخيره في حرب او عدوان 2014 قديش هم اتضرروا وما اخذوا تعويضات، قديش هم تعبوا وما اخذوا تعويضات، فهم رفعوا دعوه وعلي صوتهم وصار. انا ما بتكلمش، هو ما رفعش دعوه ضد الحكومه ولا ضد وزير الدفاع، رفع دعوه ضد الناس اللي صوتوا للحكومه هاي اللي اختاروا الحكومه هاي. هذا شيء ملتف. لا لا هذا شيء ملتف جدا. لا 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 كيف ضمن المنظومه الديمقراطيه وقبل بالعقد هذا؟ نعم. طب انا بدي احكي لكم، لا ضمن منظومه الديمقراطيه مش هيك الديمقراطية. لا أنا هلأ أنا عشان أنا أدخلكم على المآزق اللي قد تكون أخلاقية. الجندي هذا لو قتل في المعركة إحنا ما عليناش أي مسؤولية لا قانونية ولا أخلاقية، تمام؟ لأنه هذا مقاتل. في حين
في حين انه لو صار شباب افتحوا وكل نقاش انت بتحكي بيصيروا يتفلسفوا فيه. لا انا بقصدش عنك انت مش متعود على الوقت. كمل دكتور معلش. طيب بتمنى خلص يعني انا ما راح افتح موضوع نقاش اذا النقاش ممكن يسبب ذلك، رغم انه هدفي كان انه اعمل اثير. ليش احنا جايين نناقش؟ تمام. طيب دكتور، كان فكرتك انه اذا مات ما لهم مش مسؤوليه اخلاقيه، ولكن اذا ضلوا عايش عليهم مسؤوليه اخلاقيه. لا انا بتكلم احنا اذا قتلناه فيش مسؤوليه لا اخلاقيه ولا قانونيه، بحكم انه هو قتل في يعني اثناء الاشتباك. لكن في المقابل القانون الدولي بيحمي الاشخاص، ممكن يكون صاحب مصنع ذخيره في اسرائيل وهو مدني، ممكن يكون شخص في مؤسسه دينيه وبحرض على القتال، لكن هو مدني، والمدني في تعريفه هو الشخص اللي مش في حالة الاشتباك. المبرر وفق القانون الدولي أو وفق أخلاق الحرب، أخلاق الحرب بمعنى إثكس، حالة الاشتباك هي اللي بتبرر القتل. رغم أنه لو بدنا إحنا نرجع للعلل البعيدة، مش دائما حالة الاشتباك ووجود الجندي في يعني في الالتحام أو في القتال المباشر مبرر أخلاق. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف أنه في جنود مدفوعين، مدفوعين بحكم الوضع القانوني اللي موجود عندهم، أخذوا إلى المعارك. وفي جنود لم يختاروها، بل بالعكس كانوا في حركات الرفض، في حين أنه في ناس من ممولي الحرب أو من المنتفع اقتصاديا اللي هم أغنياء الحرب اللي معنيين باستمرارها وبمولوها بالذخيرة وبشعلوها ويقفوا أمام وراء السياسيين اللي بتاخذوا قرار الحرب، قانون الدولة بحميهم. طيب إذن هنا إحنا بنتكلم عن إثكس. إثكس بمعنى آداب ورسوم، بمعنى إشي قد لا يكون من وجهة النظر الأخلاقية الفلسفية وجيه، لكن من وجهة نظر تعاقدنا الاجتماعي يعني إحنا في صار توافق إنه بدنا نخفف من بشاعة الحرب. إيش مفهومنا للتخفيف من بشاعة الحرب؟ هذه حالة صعبة كتير. مفهومنا إن نعتبر إنه اللي في غير حالة الاشتباك هو مستثنى وقتله يعتبر جريمة، لكن هذا ما بتحولش لمورالز، لأنه مورالز أنا بعطيه وجه، بعطيه شرعنة مطلقة فلسفية وشرعنة مطلقة، وهذا الإشي مش بإمكان أي مشرع ولا أي قانون يعمله. لكن هذه الإثكس نفسها هي عبارة عن يعني بتعرفوا زي كيف لما إحنا نحكي عن مفهوم الانضباط في العسكرية، مفهوم الانضباط في العسكرية أحيانا بتعلق بشغلات كتير شكلية، كيف بأدي التحية العسكرية، كيف بلبس، كيف بسوي، بس هاي أخلاقيات، يعني هاي تعتبر إثكس، ما حدش راح يحكي عنها مورالز. بس الفدائية يعني فداؤه للمجموع اللي هو بقاتل معاه هذه مرتبطة بالمورالز، مع انه ما حدش بدرسها، فيش علم بدرسها. اوكلت هذه المهمة على مر التاريخ للأديان، لكن الأديان نفسها لم تستطع المحافظة عليها كمفاهيم مطلقة ورجعت عادت لإثكس. ممكن الأديان والفلسفات الأخلاقية يعني مش فقط إحنا بنتكلم، طلع إحنا الدين بشكله مباشر يعني. هلأ أنا رح أحكي على مفهوم المورالز على أساس أنا أوضح، بدي أحكي لكم شغله. إحنا لما نيجي، في حد فيكم بيعرف سمع في نظرية الحرب العادلة أو الحرب الشرعية؟ حد سمع فيها؟ القانون الدولي بشكل أحد معنى المجلس الأعمال لما بيتخذ قرار بحرب فهذه شرعية دولية. نعم. فبالتالي مثلا الحرب على العراق في 93 طبعا كانت من خلال الامم المتحده شرعوا فاعتبرت حرب شرعيه، بمعنى انه كل العالم لقى انه العراق مذنب. نعم. فبالتالي هذه شرعت والشعوب كمان ناصرت. نعم. وبالدليل انه الدول العربيه المسلمه كمان دخلت في هذا. طب نحكي شيء ابعد من الشرعيه الدوليه، لانه الشرعيه الدوليه مفهوم تقريبا جديد ومرتبط بالحداثه الغربيه، مع انه احنا بنشوف الحرب العادلة لليوم حتى في المواد القانونية احنا بنلاقي الاصطلاح هذا مصطلح لاتيني
جاست فيلم صار اسمه باللغة الإنجليزية جاست هو الحرب العادلة. الآن ما بعرف الترجمة دقيقة أو لأنه جاست حقانية الحرب المحقة أو الحرب العادلة أو الحرب الشرعية، يعني هو في كل المعاني. هذا مفهوم قديم كثير، المفهوم هذا برجع في أساسه للديانة الهندية القديمة. إذا أنتوا عندكم اطلاع على الكتب المقدسة الموجودة عند الآسيويين، هم غالباً بيحتفظوا بأكثر من كتاب مقدس، بكون في كتاب عمدة. مثلاً إحنا مثلاً من وجهة نظر حد خارج الأمة الإسلامية راح يعتبر أن القرآن هو الكتاب المقدس المحوري، وبعدين في كتب السنة راح يلحقها بالكتب المقدسة، تمام؟ زي ما مثلاً الشيعة عندهم الأدعية تبعت الأئمة تبعتهم، هذه إشي تقريباً في منزل أقل من القرآن أو إشي مشابه، بس إلها قداسة معينة، هي من متونهم. هلأ لا نفترض متن أولي أو ثانوي أو ثالثي، إلها مراتب، لكن هي متن مقدس. هلأ متن المقدس عند الهنود الباقي في الجثة، هذا في منزلة الكتاب الأول عندهم. لكن في كتب تانية مرتبطة بأخلاقياتهم، مرتبطة كيف هم بخوضوا الحروب، مرتبطة بسياساتهم. هندوسية؟ نعم. هندوسية ولا آسيويين؟ أنا بتكلم عن الهندوسية. نعم. سمعت عن الكتاب هذا؟ بحر هذا يعني الملك العظيم بحر. هذا الملك العظيم، تمام؟ بدي أعطيكم أنا محاورة من الكتاب هذا عشان تكون مدخل للمحاضرة. هو بيفترض إنه الملك العظيم هذا كان واحد من خمس إخوة، ففي حوار بينه وبين أخوته الأربعة على متى يحق لنا خوض الحرب. هذا السؤال الأهم، السؤال اللي موجود عند كل الأمم. كل البشر بالكومن سنس أو الحس المشترك اللي موجود فينا ندرك بشاعة القتل، وفي عندنا مبادئ سواء إلهية أو مبادئ إنسانية. لو إحنا بدنا نتكلم عن الشريعة الإنسانية، الشريعة الإنسانية بمعنى اللي كل البشرية تستقبحه، بالتأكيد الشرائع السماوية لازم تتناسب معه، لو ما تناسبتش معه بيكون في إشكال. أنا بتكلم عن مستوى المورالز، على مستوى الأخلاق بالمفهوم المطلق. مفهوم لا تقتل اللي هو أحد أهم الأوامر في الوصايا العشر اللي نزلت، اللي هي تعتبر أساس الشرائع على الأقل في الثقافة اللي بتجمعنا إحنا والغرب. بشاعة القتال بشكل عام ما حدش بيختلف عليها، لكن الأسئلة الأكبر إنه متى يحق لنا كسر الحاجز هذا، الحاجز النفسي بيننا وبين الحرب، نكسره ونذهب للحرب. هل دفع الظلم؟ هلا إحنا رح نحكي بالتفصيل. هو في محاورته هذه مع أخته بده يطرحه شغلات قبل الحرب اللي هي مسببات الحرب أو مبررات الحرب، وفي شغلات أثناء الحرب، وفي شغلات ألحقت فيما بعد، وهذا الأهم بالنسبة لنا ما بعد الحرب، ولأول مرة تلحق بعد الحرب العالمية الثانية. إحنا بدينا نتحدث عن كيف ننهي الحروب. ليش؟ بعد استالين. كيف؟ بعد تفاقم استالين قبل. نعم. أعطينا مثال إذا ممكن. أنا بسأل أقول إنه التاريخ إنه تحكي بعد واستباليا لما تم الاجتماع من بين الدول على أساس تقرر وعملوا السفرات فيما بينهم البسنجر وحطوا السفراء، بمعنى إنه ما تصلش الحروب، ما تصلش فكرة النزاعات لمرحلة الصراع ويكون في نهايتها حرب. نعم. طيب هذا نتكلم عن إرهاصات المداخلات فيما بعد الحرب، لكن لما نتكلم عن فعل أمني أو فعل عسكري مباشر اعتبر متمم للحرب، وأنه حتى الحرب الشرعية والحرب العادلة لن تكون عادلة إلا إذا أنت تدخل مداخلة تالية للحرب اللي هي خطة مارشال الحرب العالمية الثانية. نعم. يعني أنت ما بدك تترك الأمور غير محسومة، وهذا رح نحكي عنها كمان شوية نرجع لنظريتنا في العلاقات الدولية. ما تترك الأمور مرشحة لأنه يكون في حرب تاني، ما تتركش أطراف غير راضين. إذا تحطين أنا حطت وجهين، تتركش أطراف غير راضين عشان تكون حربك شرعية.
بس مارشال كان بيعتمد ان الكوليبري ينضم لنقطه التعادل او التوازن هي ذاتيه. نعم. يعني انه لكن انت اليوم مسؤوليتك كمنتصر، مسؤوليتك زي ما انت كمنتصر عندك مسؤوليه تجاه الاسرى والجرحى، عندك مسؤوليه عن الشعوب اللي تركت بعد الحرب. شو مصيرها؟ انت اليوم بدك تتدخل لانك انت تعمل تنميه اقتصاديه، ويكون العالم الغربي او العالم المتحضر او العالم انت تقصد على الانتداب. بحكي ما كانش في انتداب، لا بعد الحرب العالميه الثانيه قديش انه الفكره اتطبقت على العالم العربي خصوصا الاقتصادي في اوروبا. هي خطه اصلاح اقتصادي لكن فيها بعد امني مهم. ليش في بعد امني مهم؟ من ناحيه اختراق لا الشركات في الاختراق صار قبل الحرب. الشركات الكبرى يعني احنا انا بعطيكم نموذج، انتم شركه متسوبيشي هذه اللي بتشوفوها تصنع سيارات اليابانية، هي بالأساس تصنع حاملات طائرات، حاملات طائرات متفوقة على الأمريكية. أنتوا عندكم شركة بي أم في أو بي أم دبليو، هاي اللي كانت تصنع طائرات الشتوكة، المقاتلات الأهم اللي كانت الرعب النازي في الحرب العالمية الثانية أنه هتلر يبعت شتوكة تقصف المدن. اليوم تحولت إلى شركة مدنية، وبي أم بتصنع شركات فاخرة لناس مرفهين. كذلك الأمر شركة فيات، الطائرات الإيطالية اللي قصفت الحدود الغزية وحدود فلسطين أو ساحل فلسطين كانت إنتاج مصنع فيات. فيات اليوم بسيارة كركية إحنا مش أكثر. تمام. هلا هذا جزء من خطة مارشال، إنه أنت كيف الإرث العسكري هذا تدجنه أو تروضه وتحوله لإشي مرتبط بمصالح الناس المباشرة، وبتكش حالة، بتكش الحالة هي حالة الوحشية والبربرية تتنامى وتتأدلج من تاني في أوروبا. تمام. هلا انا بدي قبل ما اخش في موضوع مسوغات الحرب على مستوانا النفسي، لانه احنا لما نقول ليش البشر بروحوا يحاربوا، في اشياء تتعلق فينا كافراد وفي اشياء تتعلق فينا كمجتمعات. نخطئ اذا بدينا من الفتره اللي هي السيفيلايزيشن، فتره الحضاره، وبدينا نقيم الحرب، لانه بكون تقييم مبطور. في شيء بتعلق فينا كافراد، لانه صحيح احنا بنروح كمجتمعات متحضره وكجيوش، لكن بالاساس اللي بروحوا هم الافراد. طب هلا في سؤال، احنا في شيء في طبيعتنا يدعونا للذهاب للحرب؟ ولو كان موجود، انتم بتعرفوا انه الطبيعه مضبوطه باقتصاديات قويه جدا، ما فيش فيها لا امكانيه. الحاضر ولا لا، انا بتكلم احنا كبشر، احنا نتكلم طلع عليه، احنا قبل الحضارة نتكلم عن human nature، طبيعة البشرية، يعني البقاء والعصبية، نظرية طبيعية ما قبل النظرية الواقعية والنظرية. انا بديش اتكلم عن باقي الكائنات، الصراع موجود ماشي، لكن انا بتكلم عن الانسان، انه الانسان اذا هو مزود بالعدوانية هاي والرغبة بالقتال ليش؟ يعني مثلا في البقاء على اساس انك في حال انه استنزفت الوسائل الحياتية فانت مضطر انك تروح تبحث عن وسائل اخرى. نعم. طبعاً. بالتالي تضطر إنك تحارب. لا. لا. واحد العصبية. غايات الملوك. طيب. غالباً بتكونش العدوانية هي يعني هي مركبة تقريباً المسألة. يعني مثلاً الطمع. نعم. بدفع على العدوانية أو بتكون وسيلة العدوانية. تملك. طب أنتوا عارفين أنا ليش رجعت الرجعة هذه؟ عارفين ليش رجعت الرجعة هاي؟ لأنه إحنا في عنا فرضية أولى في الحرب، إنه الحرب شيء لا يمكن تجنبه. ليش؟ لأنه هو جزء من الطبيعة البشرية. هلأ جزء من الطبيعة البشرية ممكن تتحدث أسماء مقدمة بسيطة عن نظريتين كانوا مهيمنات. بس الاختلافية هي نظريتين كانوا مهيمنات. أنا بدي أتكلم عن الموضوع بيولوجيا عصبيا. تمام؟ تفضل. شكرا للدكتور. كنت بس هي الفكرة على فكرة كنا نعرف من أهم كتاب في السلطة وفي الدولة هو كتاب الأمير لانكافيلي، ولكن في كتاب تاني كان كتير مهم بنظرية السلطة، مش عارفة إذا حدا أنتونيو غرامشي. لا طب أنا شفت بكتب اسمه، بس أعطيكم يمكن تكون أسماء مش مطلعة على اللغة العبرية، أنا بدي استطرد استطرادات وبعدين إحنا في شيء باللغه العبريه احنا بنتكلم عن اليوتان، سمعتوا فيه الوحش بس اي وحش، هو عباره عن وحش بحري. وحش بحري في اللغه العبريه الحديثه اليوتان بمعنى الحوت تقريبا،
شيء ضخم يهيمن على البحر. يعني هذا الزلمة سلطة أو هذا الكائن سلطة مطلقة في البحر على باقي الكائنات. لكن على مر العصور هو بدأ كأسطورة أوغارتية وكان إشي أقرب للأفعى وللتنين وإشي يغير شكله باستمرار. وهذه إن شاء الله أنا بسمع من أسماء إشي إنه شكله يتغير باستمرار وفقاً للكائنات اللي هو بتعاطى معها. أنا بتكلم عن جانب الميثولوجي، يعني لا يمكن الإمساك بشكله، دائم التغير. هذا الليوثان طيب باللغة الإنجليزية طبعاً شاع، يمكن أغلبكم في أكثر من ليوثان والليوثان ليوثان إحنا المفروض ليوثان مش تفضل. طبعاً هو كتب الكتاب، هو هذا الكتاب اللي أنا بحكي عنه بهذا الاسم، هو لتوماس هوبس. توماس هوبس عنده نظرية بقول إنه الإنسان الذئب الإنسان ذئب لأخيه الذئب لأخيه الإنسان. فعنده نظرية إنه الإنسان بنمو طبيعي وبتحركات جسمه في أي مساحة في أي وجود سواء كان هلأ ولا قديماً بتخليه ينزع للرغبة في البقاء، خليه ينزع للحرب وللقتل وللدفاع عن نفسه. بمعنى هو فكرته الأساسية مبنية على إنه الوضع الطبيعي أو state of nature زي ما الدكتور كتب هو الحرب على الجميع. بمعنى نظريته إنه اللي إحنا اللي بخلينا القتيل اللي هو مستخدمه بلوم أمنيوم كونترا أمنس، قتال الجميع للجميع. وحتى هذه الكلمة أمنيوم تدل على الشمول، دائما حتى تستخدم في وصف الله انه واسع، يعني واسع المعرفه واسع القدره، كلمه جدا بليغه باللغه. هو الترجمه اللي انا موجوده عندي الحرب الجميع على الجميع، هو اعتبرها هذه الحاله الطبيعيه. بمعنى هو كان في الكتاب بيشبه كل الامراض اللي في الدوله بيشبهها بامراض الانسان، وفي نفس الوقت برجع للحيوان الاسطوري البحري وبيشبهه في مين فكركم في الحياه النفس بالضبط سلطة لأنه هو نفس نظرية هوبس. يعني هو كتاب هوبس بقول لك يعني هي نظريته بشكل عام إنه هوبس دائما بيطلع للحاكم على أساس إنه هو الإنسان اللي بيحب السيطرة واللي بيحب السيطرة المطلقة، واللي هو نفسه أصلا هوبس بحفز الحاكم على نفس النظرية. نظرية العقد الاجتماعي اللي بيحكي فيها هوبس أبدا مش قائمة على الديمقراطية، إنه الحقوق متساوية عند الطرفين، هي قائمة على إنه الحاكم مطلق وعلى الضرورة والجميع حق عن خوف مش التعاون. يعني بمعنى إنه ما يجعلنا نبرم هذا العقد هو الخوف مش التعاون بين الطبيعة والحاكم. وأيضا هو بشوف كمان هو بشوف إنه إحنا من لازم نكون كتير ممتنين للحاكم، لأنه هو بعتقد إنه هذا الحاكم هو اللي حمينا من إنه إحنا نأكل بعض. بمعنى لأنه هو أصلا كتابه مبني على الاتهام الإنسان، بمعنى إنسان هو ذاهب للعنف، ذاهب للصراع البقاء، لتحركاته كلها الجسدية. حتى لو كنت في مكان خالي هي بتأدي لأنك أنت تعمل سلطة حول نفسك ودولة وتعمل مصالح وتحمي هاي المصالح، هذا بيستلزم حرب. إذن هو مفترض أن الحالة الطبيعية للإنسان هي الحرب، هي العنف، هي القتل. هلا في كل اللي موجودين الكبار مش بس بشار الأسد. هلا هو لو احنا رجعنا لعصر هوبس فهذيك الوقت كان فعليا أن الناس بتقتل على لأجل لا شيء ولأجل كل شيء. يعني الناس كانت طبيعتها بترجع لأني هذا كلام كويس اللي بتحكي أسراء. ليش؟ نعم ليش؟ هلأ لأنه أنا بس لدي أنا رح أرجع لموضوع ليش وذكريني. إحنا في مقابل توماس هوبس مين عندنا؟ مقابل عكسه؟ توما الكوين. إحنا جايين له مين حكى توما الكوين؟ مين مقابل جان جاك روسو؟ صحيح جان جاك روسو بيحكي نظرية عقل الاجتماع. على فكرة الاثنين بتحدثوا عن الحالة الطبيعية لكن في اختلاف بينهم على انه جان جاك روسو يعتبر انه الحالة الطبيعية كانت جميلة، احنا حرمنا منها والفطرة الطبيعية الخيرية احنا حرمنا منها، هي حالة حرية. لكن الفرق بينه وبين هوبس انه هوبس شافها شريرة وقذرة وأنانية ومتوحشة، فلذلك استدعى بالنسبة لجان جاك روسو انه العقد الاجتماعي معقول ومطلوب في حالة انه يحقق سعادة اكثر للناس
طبعا هو اعتبر احكي لكم انا اشبه لكم اياه. تعرفوا احيانا في ناس بتيجي بتفترض انه الواحد لما بتدين بتسوء اخلاق، بيجي بقول لك ليش؟ لانه الموضوع التزام. تعملوش الموضوع اجباري، لانه اذا عملتوا الموضوع اجباري الناس بتصيرش تروح بدافعيه الخير. جان جاك روسو بيعتبر انه الانسان باساسه لو تركت الامور له بدون قاعده وبدون قانون بدون الزام اجتماعي هو محب للخير وراح يذهب له طواعيه، في حين انه هوبس منطق اكثر منه. هلا احنا بدنا نسال بس هذا السؤال برجع للي كنا بنحكي في المره اللي فاتت الكلمه المشهوره اللي الكل بيستخدمها ولكن يراد بها التضليل الفطره. هلا هذا هو الموضوع الاهم. بدك تحكي شيء في موضوع في برضه في رؤيه وسيطه بين الاثنين اللي هي رؤيه الفلسفات الدينيه للانسان فيه وفيه. بس انا بدي احكي في الموضوع مش بس ليش هوب سوامخ اكثر من جنجر؟ انا احنا ما بنقول منطقي احنا بدنا نتكلم عن ايش بتحكي ممكن بس اكمل فكره انه هو هوبس برجع الانسان في اساس اخلاقه من بدءه للرغبات الحيوانيه التدميريه بالضبط، يعني حتى حضرتها الحيوانيه بين اقواس، لانه هو بعتقد انه هيك اساس تحركاتنا الطبيعيه لجسدنا. والدكتور حيشرح كيف تطور الجسد بالبيولوجيا يعني، بس نفس الوقت هو كثير بيحمي الحاكم وبيخلي السلطه له. بمعنى انت بقول لك لما تروح للعقد الاجتماعي انت بتتنازلش للحاكم، انت بتتنازل لنفسك. اذا انت لو رحت له يعني بمعنى بالعرب العامية احمد الله انه هو موجود عندك وبحميك من نفسك ومن شرور اللي حواليك. طب هذا احنا لما بيجي دائما اي حاكم بخوفنا بالهذا التعبير اللي بتسمعه كثير انه يا انا يا طوفان من بعده وفوضى، بخوفنا اي نظام دائما بده يخوف شعبه من سقوطه مهما كان مستبد وفاشل بقول لهم بعده في فوضى. بالضبط هذه على فكره هو بيشتغل على اركيتايب، بيشتغل على اساس نفسي قوي عنا. ولكن هاي خطاب الدكتاتورية كان في بوش لما حكى عن الإرهاب وبعد هيك هلأ بالأسد وكل طب خلينا نشوف بس في الإرهاب بدنا نسأل. طب هذا كلام وجيه ولا لا؟ تسلم شكرا. طيب هلأ أنا بدي أرجع معاكم في مفهوم حكت فيه أسماء، المفهوم المضلل كل بحكي الفطرة وكل الفلسفات اللي في الدنيا بتدعي أنها تعكس الفطرة، بل بالعكس المفكرين الأمريكان بشوفوا أنه سبب انتصار الليبرال ديموكراسي أو يعني النظرية تبعتهم على النظام الاشتراكي أو النظام السوفيتي أنه إحنا منسجمين مع الفطرة، في حين أنه هذلك لا النظام نفسه اللي منسجم. قصدك أنت من ناحية قوانين ونظريات تمام وأكثر التساقم مع الطبيعة البشرية، لذلك هو عمر وما عمرش النظام الاشتراكي. طبعا. هذا كلام صحيح. بس بدنا نحكي عن الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية لا يمكن لا أنا ولا أي حد أنه يتحدث عن قيم متعالية مجبولة فينا. ليش؟ لأنه لا يمكن قياسها. أنا اليوم هاي الدكتورة معنا. إحنا اليوم في نقدر نعرف موت وحياة. على فكرة الطب فيش فيه تعريف لموت وحياة. في عنا أبوبتوسس. ترجموا بالعربي الموت المبرمج، بس هو حالة بتختلف عن الموت اللي احنا بنعرفه. بس احنا حتى الموت احنا في عنا وظائف اعضاء دغري بتموت وفي اعضاء بتضلها شغالة، في اعضاء الحياة موجودة فيها بمعنى الحياة الحركة والعمليات بناء الطاقة والأيض والمسائل هاي مستمرة، ولما بتكونش مستمرة حتى بعد وفاة الإنسان اللي احنا قانونيا قلنا انه ميت. كذلك الأمر في مفاهيم متعالية ومفاهيم أخلاقية لا يمكن الإمساك فيها، مفاهيم متملصة. خلينا نحكي فيما يمكن الإمساك فيه. يمكن الإمساك فيه هي المفاهيم البيولوجية. يعني إيش علم البيولوجيا بحكي لنا؟ علم البيولوجيا اليوم عنده ادعاء كبير لدرجة إنه يحكي عن وقوف البيولوجيا أو الكيمياء الجسم وراء الكذب والصدق. للدرجة هاي إحنا في عنا قدرة على الادعاء. طيب هل البيولوجيا؟ نعم. بيولوجيا يعني بدنا نتكلم إيفولوشن، يعني نتكلم نظرية التطور. نظرية التطور اللي الكل قاعد بيستخدمها في غير مكانها في الصراع ما بين الدين وما بين العلم، وهذا مجال يجعلها غير مفيدة وغير نافعة. إحنا نفعها إلنا إنه هي تقدم لنا تفاسير لبعض المعضلات العلمية. يعني مثلاً زي إنه انتوا تدركوا انه احنا مخلوقين بلا عبث، يعني جسمنا المفروض انه ذكي جدا الذي احسن كل شيء خلقه.
هذا هو إذا أحسن كل شيء خلقه. إذا لو في إشي يصرف في غير محله، لو في ATP واحد، لو في مولكول جلوكوز واحد يصرف في غير محله، إذا هذه الطبيعة مش سليمة، في مشكلة في الخلق. وكلنا بنفترض ما فيش مشكلة في الخلق. طيب في افتراضات بتحكي في مشاكل زي الأنبوب الواصل، فهذا احنا في التشريح بنقول عنها فيستجيال مهجورة، بديش ادخل في التفاصيل، بس تخرجش عن حد جاب في العلم، تحكي عن حد بده يحول العلم لسلاح عقائدي، واحد ملحد وبده يدعي انه العلم بأيد وجهة نظره، بس كلام فاضي. احنا لا يمكننا الا ان نعجب بكل ما هو مخلوق طبيعي، في شيء قدامك الا انك تكون معجب فيه، حتى عدم انتظامه مثار للدهشة. بديش انا اشد على اساس انه طيب هلا احنا في عنا شغلات، مثلا احنا بنحب الموسيقى ومنصرف لها وقت طويل، ومنحب انواع من الاكل وانواع تانية لا، بنحب الريحة الحسنة بنكره الريحة السيئة. طب هذا الموضوع له اساس بيولوجي؟ طب اذا كان له اساس بيولوجي، طب رغبتنا بالقتال وحماستنا للقتال لها اساس بيولوجي؟ انا بدي اقول لكم اشي ممكن نكتشفه من اللغة قبل ما ارجع للبيولوجيا. طلعوا هذه الكلمة، لفتت نظركم، بلوم. بلوم كلمة لاتينية، صح؟ المفروض أنه اللاتينية هي أم كل اللغات الرومانتيكية، يعني أغلب اللغات الأوروبية. يعني الفرنسية لما بتيجي بتأخذ كلمة تعتمد على أساس لاتيني، وكذلك الأمر اللغة الإسبانية والإيطالية. في حين أنه لما نيجي نطلع على كل اللغات، أبدأ معكم بالتفصيل وركزوا معي شوي، يعني بتمنى ما يكونش في حديث جانبي، لأنه دائماً أنا بتشتت من الحديث الجانبي. أنا بدي أرجعكم لبعض الإصطلاحات ونبدأ نراقبها. إحنا عندنا الكلمة حرب، تمام؟ خليها بعدين. بس في بالإنجليزي وور، وفي بالألماني خيك. شو اللفظ تاني؟ هلا هاي تلفظ كيف؟ عشانها بالآخر. لفظ الكلمة خيك أو كريك، تمام؟ وفي عندنا غور أو غور، اللي هي الكلمة الفرنسية. في عنا غورة بالإيطالي، وفي عنا غورة بالأسباني. فيهم واحدة لها علاقة بلون. ليش طيب؟ لأنه طبيعة تفسير. مع إنه اللغة اللاتينية مليانة موسيقى وجميلة جدا، وهدول دائما بروح بأخذ. وهذا مصطلح من المصطلحات الأساسية. يعني ليش هم تجاهلوه؟ لأن طبيعة تفسير الحرب من مجتمع لمجتمع بتختلف. طيب مأمون، احنا الجولة اللي طلعنا عرفها ايش كان اسمها؟ بلدونا. طب طلع على بيلا. هلا شوفونا من حرف العلة. بيلا وعنا دونا، السيدة الجميلة. دونا السيدة وهذه جميلة، بس بلون معناتها الجمال. طب كيف في أمة من الأمم المنطق أو علم النفس اللغوي تبعها بسمح لها إنها تصف الحرب بالجمال؟ متعة. مش غريب الموضوع جوري بالضبط، هي المتعة. طب ليش؟ حربي. هلأ هذا الإشي إحنا بعد ما تطورنا شوية ومرت علينا قرون من التمدن ومن التحديث ومن التنوير، صار المفهوم بالنسبة للأوروبيين منفور مقزز. إيش أنت تتكلم عن حرب؟ هم شافوا مأساة الحروب الكبرى لأول مرة بجربوها، وشافوا انها زي الاوبئة، يعني ديزاستر بتتحول. فلذلك ما كانش في امكانية انهم يستبقوا الكلمة هاي، لانه هاي كلمة بتحمل معاني جيدة. وهم في عندهم صار كي وعي، او صار في وعي الحرب. وعي الحرب بمعنى انه انا زي لما طفل صغير بروح اول شيء بهجم على البسمة، بخافش منها، بتخرم شو مرة، بعدك بصير خاف من اي حاجة بتحرك، بس في البداية هو يقبل عليها. فهذا اللي صار عند الأمم، إنه هو في الأساس تعامل وفقاً لغريزته المباشرة. زي الطفل بتعامل غريزته المباشرة إنه بده يكتشف كل الأشياء، لو شاف نار بده يروح حط إيده فيها، بس لما تكوي برجعش. كذلك الأمر في عنا كانت غريزتنا نحو القتال، ومن قاتل يكوى وعينا ونحجم عن القتال، وبتصير الحرب عنا مفهوم مقزز. لكن بترجع دورة الحرب، ترجع تجدد. يعني احنا نتكلم عن دورة الحرب والسلام. دورة الحرب والسلام تتجدد امتى؟ لما يغيب وعي الحرب عن الأمم، وبيجي جيل بيستعيد هذه الحماس الغرائزية تبعت الحرب، بيرجع تاني عنده رغبة بالحرب، بشوفها اشي بهي وجميل. وبتكلم عن الجيل اللي قبله انه جيل هزيمة. مش هذا كثير؟ طيب
يمكن هذا بفسر الانتفاضات عندنا. احنا استثنينا المصلحة. لا هلا في كثير عوامل، انا ما بديش اكون مختزل وتبسيطي. هلا رح نيجي احنا للحرب الحديثة، للنظرية المعاصرة، ونشوف حتى هي وجهة ولا لا، لانه احنا رحنا على جيل ثاني من الحرب، مش الحرب المحدودة، حرب رأس دبوس. وهذه اصلا كل الكلام اللي موجود وكل الكلام المشغول في الكتب ما بنفعش لها. بس انا ماشي معكم شوي شوي، بدنا نروح على الاساس النفسي اللي قلنا ليش كافراد ممكن نحارب، ليش الطفل دائما عنده رغبه انه يعارك الاطفال التانيين. بس دكتور قبل ما ننتقل معلش على المقاطعه، يمكن نفس الشيء بالنسبه لنا عندنا الانتفاضات، يعني مثلا كل جيل احنا بنشوف كل فتره وفتره، مثلا كل 10 سنين بتلاقي انه في جيل بيطلع بده يعمل انتفاضه. فأعتقد لما بجرب إيش يعني أنت عشان ما حدش يأخذ علي مأخذ، لو أنا أبسط الموضوع وأحط هي مالتي فاكتوريا متعددة العوامل، ما أحطش العامل هذا لحاله، في عوامل تانية إحنا رح نيجي نحكي عنها، ورح أرجعك وأسألك كنت المسؤول عن الموضوع هذا في نظريتنا في العلاقات الدولية لما تكلمنا عن ثلاث شغلات الرياليزم وال... لا مش لا إحنا في الرياليزم وفي الواقعية الجديدة بس أنت بدك تتكلم عن المؤلفة تبعتها. أرجع تاني، إذا إحنا واضح إنه في يوم من الأيام كانت في أجيال وفي أمم تنظر إلى الحرب على إنها متعة زي ما حكى الأخ. طب ليش؟ في أساس نفسي، في أساس كيميائي ممكن رصده؟ هم صنعوا أصلاً حبوب للموضوع هذا كبتاجون، يعني هم زبطوا الموضوع كويس. لا لا هلا إحنا لما نروح على الأدوية يعني نشوي. هو فكرة القتال أصلاً فكرة. طب انا احكي شغله، احنا ككائنات ليش موجودين؟ ارجع فيكم لاسئله فلسفيه شويه. احنا ككائنات ايش هدفنا؟ عيش. وفي هدف؟ لا العيش عمره ما كان هدف. طيب احنا بنعيش اذ موجودين، تقريبا كل واحد فينا ببحث عن فلسفه او عن دين او عن شرعه على اساس يبرر وجوده، تمام؟ فواضح انه في عندنا اذ موجودين، احنا مقذوفين. لو بدنا نتعامل مع الموضوع بشكل علمي مجرد، احنا في منفى. ولذلك حتى القرآن تعامل على انه انت لما هبط انت ابعدت عن الوطن. ولذلك لما بيحكي عن الارض دائما فيها معنى الاستقرار، نتكلم عن العودة الى الجنة، يقول وان الارض يرثوا عبادي الصالحون. الارض يرثوا عبادي الصالحون مش معنى ذلك انه ابصر مين بدهم يفوزوا في ويجوا ياخذوا الارض، مش هذا الموضوع. لا، الارض الجنة، فهي الأرض الاستقرار، تمام؟ فهذا شعورنا بالنفي بعطل فكرة إنه في هدف للفرد. هدف واضح مشخص، إحنا ممكن نقول كل فرد، لكن في إلنا هدف ككائنات بشكل عام أو البشرية أو الحياة. الهدف هذا استمرار الحياة نفسها وتطورها. يعني أنتوا بتلاحظوا إنه كل كائن ينتج كائن أفضل منه. إياكم تشكوا بهيك، الحياة تحسنت بشكل لا يصدق. صحيح في عنا قدرات ضمرت، بس هي ضمرت لأنه ما عادش هي خدمتنا في يوم من الأيام، واليوم لم يعد لها مبرر. أنواع النباتات، بتعرفي قديش في نباتات؟ درستي إيفولوشن، قديش في نباتات ظهر وقديش كانت أفضل. ما بدي أتكلم عن أفضل بمعنى الخيرية، بس قديش أنسب للحياة، قديش مستوى الحياة تحسن على كل المستوى. طيب الحياة عشان تحقق أهدافها ماشي معنا بنظام ريورد، نظام مكافأة. نظام المكافأة بمعنى أنه الكائن لو ترك لعقله وراح يشعر أنه شقي في هذه الدنيا. إيش المعنى؟ بتمسكش في الحياة، تعب، خلق الإنسان في كبد. طب ليش تتمسك في الحياة؟ أنت بتتمسك في الحياة مرغما، بس مقابل كل شيء بتعمله يخدم وجودك في الحياة بيعطيك مكافأة. إذا أنت أكلت تستمتع بالأكل، تمام؟ كل وظيفة حيوية أنت بتمارسها تحصل من خلالها متعة. إذا أنت استطعت السعي في الحياة لتأمين حياة أفضل لأسرة أفضل، أنت بعطيك كثير جوائز على المستوى النفسي وعلى مستوى اللذة. إذا اللذة هذه الرشوة اللي الطبيعة قاعدة تعطينا إياها أو النظام الطبيعي بيعطينا إياها عشان نكمل في الحياة وعشان نجيب أولاد. وما فيش أي عقل في الدنيا ببرر أنه الأم تتحمل آلام الحمل ولا آلام الولادة، وبالعكس وترجع تعيدها، يعني كلهم هم بولد ويكونوا بدون مش يعدوها. وألام الترباية بالعكس جد. يعني أنا بنت أخويا من امبارح بس يوم قعدت معي يعني أقل من ساعات، إيش بيجلط؟ إيش بيجيب؟
طب انت بتقنعي اي ام انها ما تجيبش 10؟ اه لا فلسطين لا بفهم فلسطين وبغير فلسطين. هلا شوف فيش شيء غريزه فيش غريزه بتضمر الا بتحل محل غريزه ثانيه تمام. ف هلا هذا ما بيجي من مبدا انه انا بحب اعرف الاشياء المجهوله، انا بخوض الحرب لحتى اعرف شو في بعدين بالمستقبل، انه مين بده يفوز، شو بدي احصل. هذا جزء حتى الام نفسها لما بتحبل وبترع بتولد وبترع بتعيد التجربه لهم قد ايه بتكون مريره او قد ايه مؤلمه، تكون بدها تعرف شو في بعدين، بتعيد التجربه لعده اسباب. بس امهات اليوم تنازل عن خلفه العشره لحاجه احنا تجاوزناها، انه قديش انه المراه صار لها دور في المجتمع، قديش صارت تطلع بمشاريع بتختلف عن المراه قبل. يعني هلا المراه صار في عندها وظيفه. على قصه المراه احنا بنحكي عن عارفه بس ككائن بشري بحب اعرف الاشياء المجهوله، بخوض حرب لانه بيعرف شو المجهول بدي. صحيح هذا جزء من احنا رح نحكي عن النصر والفوز، هذا واحد منها. فهلا احنا كيف نظام المكافاه اللي بتعطيني اياها الطبيعه؟ هرمونات صحيح؟ يعني مثلا عملية التناسل المفروض انها مش عملية محببة، والمفروض انها عملية مقززة، لكن في هرمونات احنا تمشي في دمنا عند الاقتراب او عند العملية هاي تخلينا نرغب بتكرارها، هي مكافأة الطبيعة. طيب كذلك الامر في القتال، اللي جربوا القتال بعرف هذا اللي الكل بيحكي فيه، الادرينالين هو مش هرمون؟ طيب إذا في سبب وجيه لأنه القاتل، في سبب وجيه لأنه القاتل. بدكم تتصوروا موضوعين، الموضوع الأول إنه في عنا عمليتين للتطور أساسيات، في عملية التطور البيولوجية وفي عملية التطور النفسية. النفسية بمعنى كيف؟ خلينا نقول نفسية اجتماعية. هذه عملية سريعة جدا، يعني أي تغير ثقافي ممكن يعمل عنا تغيرات ويصير في يعني يصير ايفولف في سلوكنا. امتى بصير الاشكالات؟ بصير الاشكالات لما عمليه التطور الطبيعيه بتكون بطيئه كثير وفي تغير اجتماعي صار او تغير في انماط الاستهلاك. احكي لكم النموذج تبعه، هاي الدكتوره بتعرف. في عندنا صار تبدل في طبيعه المرض، زمان كنا بنمرض لانه في بكتيريا وفي فيروسات، احنا اليوم صرنا نضاف وفي صار عنا شو اسمه الفاكسينيشن، في كثير شغلات التطعيم او التلقيح كثير في شغلات، لكن في عنا امراض ثانيه، السمنه وامراض القلب والشرايين كلها مرتبطه بالاكل. طب ليش مرتبطه بالاكل؟ لانه احنا بالاساس تركيبتنا البيولوجيه جيناتنا انشغلت في فتره الندره، فتره انه فيش كربوهيدرات، فالانسان اول ما بشوف كربوهيدرات بسعى لانه بده يتحصل عليها وياكل منها كثير، مش متوفرة لأنه أنت ممكن تقعد يومين وثلاثة، فأنت بتخزني، وهذه عملية صحيحة كانت. النظام البيولوجي تبعنا جيناتنا مهيئة على أنه فيش كربوهيدرات، كل النظام هذا تشكل في عصر الندرة، بعصر أنه إيش بتلاقي كل قديش بتقدر. طب إحنا تطورنا صار في عصر وفرة، كل إشي موجود بالثلاجة والكربوهيدرات صارت متاحة بشكل كبير، ضلينا بنفس الجينات اللي تستحسن انه ناكل شوكولاته واكل وفواكه وما بعرف شو والعصاير، فصرنا ناكل لكن الجسم في صار عنده خلل، انه انا في يوم من الايام دفعتك لهيك واعطيتك مكافآت لانه انت بتقعد يومين وثلاثه بتاكلش، فما كنتش بتمرض بتسمنش، بس اليوم انت 24 ساعه بتاكل. لسه النظام الجيني تبعنا ما تطورش بالسرعة اللي تتناسب مع التغير الاقتصادي والتغير الثقافي وأنماط استهلاكنا. هذا اللي خلى يبتلي للنور؟ صحيح في ناس بس بشكل بطيء. يمكن هذا اللي بفسر كمان إنه حكي الدكتور إنه عامل الندرة وعامل التوفر، يعني مثلاً زمان كانوا بيتقاتل على إنه ما كان في موارد كثير، فكان أيوة. كان في دافع للحروب، كنت هدي احكيها من البدايه. اذا احنا موجودين كنا تشكلنا كبشر. صحيح احنا نفسياتنا اليوم نفسياتنا مسالمه، لكن في غرائز جوا قويه قاعده بتقول لنا انه لا قاتل، نعرفش انت بتصحى. دور الطغاه دائما ومش عليه الحروب انه ما يخاطب عقلك الجديد، انت بتعرف مش احنا في عقل جديد وعقل قديم، فيش طاغية في الدنيا بخاطب عقلك الجديد، بخاطب عقلك القديم، وعقلك القديم قوي جدا، الانتقام، الحرب، كل المسائل هاي اللي انتم بتسمعوها هذه مرتبطة بعقلنا الأول البدائي مش الجديد،
الجديد انت بصعب انك تخترقه لانه منطقه عقلاني، لكن لحد اليوم هو لم يطغى على العقل القديم، غير قادر على اسكاته. هذاك قاعد من تحت وبضل يلح ويشغب، بده الانسان يسلك السلوك البدائي. لذلك من فرويد حكى انه الانسان مبني على غير اسلام، نعم، الشهوه او العدوانيه، بالتالي الانسان مهما يعني ايش ما تغيرت الظروف هذا اساسنا، هذا اساسنا الجيني. هيك احنا جيني. على اساس الجيني احنا هيك اساسنا الجيني بالضبط. طيب انا على اساس المداخلات كثير بطلع طول. هذا اساسنا الجيني انه مداخلاتنا مش كثير، احنا ما بنحكيش مداخلات اصلا، من زمان قاعدين بنستنى تعطينا مداخلات. طيب احنا بالحرب اليوم بتشوفوا انه المجتمعات اللي تطورت عنا شويه، مجتمعات اكثر نزوعا للسلام، بتشوفوا انه في مجتمع عمليه التطور عنده ابطا. يعني مثلا انتوا شوفوا الاوروبيين على سبيل المثال، تلاقي في نزوع نباتي، نزوع نباتي، في حين انه احنا لسه في مشاهد الدم عند بعض الامم او الامم الاقل تطورا. هذا مش شيء للانتقاص منها، تحب مشاهد الدم والتضحيه والكذا، واحكي لكم بغض النظر الموضوع ما فيش فيه اساءه لاي حد، بس احنا قديش بتلذذ عنا الاطفال والشباب انه ياخذوا الدم تبع العجل بيعملوا هيك طبعات. واضح انه احنا اوفياء جدا للعقل القديم، في عزو وتعذيب او حتى انك انت بتطلع الناس لانهم يشوفوا مشاهد العنف. بدي اقول لكم شغله، في كثير ناس من الطغاة اللي كانوا في المجتمع الاوروبي يمكن تستغربوا، يعني ادولف هتلر في حياته لم يستطع ان يشاهد مشهد عنف، حتى هو لما كان يكون في السينما يشوف مشاهد قتال يعمل هيك. طيب عندك شغل تفضل. واحد كنت تحكي موضوع ما يدير من قلبي معي، تفضل احكي. يعني انا بس بدي حابب انه احنا نربط اذا بنحكي ثيوريز وحاجات زي هيك، حابب انه ننزل انه ناخذ امثله معاصره وعصريه. احنا لسه ما خشناش حتى الان، ما خشناش. لا لا لا، انا بعطي الاساس النفسي، انا بعطي الاساس النفسي انه طلع عليه. أنا بدي أسأل السؤال، هو سؤالي الأساسي إنه ليش الطبيعي، ليش جماعة شوي بس والله أنا بعد هيك خلص بدي، ليش الله سبحانه وتعالى أو أي مسمى جبلنا، لماذا جبلنا على أو وضعت فينا جينات عدوانية وجينات القتال؟ ليه؟ مش معقول ما يكونش في أي فائدة. هلا إحنا في عنا جزء من التفسير إنه كان في عصر الندرة، الإنسان بيطلع للصيد وللالتقاط، بس هذه المسائل مش متوفرة، وسيطرتك انت على الكائن لانه اسلحتك وادواتك بسيطه، صح ولا لا؟ مش بسهوله انت تسيطر على هذا العالم الموحش اللي موجود حواليك. فلذلك انا ممكن لما اصيد غزال او اصيد حاجه كان صعب علي ان اصيدها، تيجي ناس ثانيه وتقتلني على انها تاخذها، انا معرض للموت واسرتي قد تكون معرضه للموت، ولما انا تتعرض اسرتي للموت قد اكون مضطر عشان انا اكمل في الحياه اني اغزو الشخص الثاني، وممكن انا اخذ مرته، ممكن اخذ اولاده. بس هو الهدف اللي احنا مش عارفينه انه الحياه بدها تستمر، النسل البشري بده يستمر، احنا بنخدمه من حيث لا نعي. مقابل ذلك في اجور بناخذها، بناكل، بنتمتع، بنقاتل وبنحمل اسره، برضه في مكافاه طبيعيه، والمكافاه الطبيعيه حتى تحولت لمكافاه اجتماعيه، انه المجتمع بقيمك وبقدرك. وهذه كلها ميكانيزمات انه النظام يتحول لنظام قادر على تنظيم نفسه بنفسه. بس في شغلات عشان أذكركم بأنه في شر في عين البشر، قتل ما حدش بيقدر يقول أنه مش شر. بيجي واحد بيسأل أنه طب هو في عين الله ليش مش شر؟ ليش ربنا ساكت على الشرور؟ هاي في قتل وفي حروب، طب كيف ربنا بشوفها؟ إحنا ما بنعرف كيف ربنا بشوفها. لو سمحت، في حس في خلط يعني في الكلام بين الجانب الفيزيقي والميتافيزيقي، بجانب العلم والفلسفة، يعني بحس التفسير يعني بتفسره بشكل مخلوط يعني. ممكن نفسر الأمر بجانب علمي مستقل وجانب الفلسفي، هذا مسألة تانية يعني، أما الخلط بينهم بيعمل مشكلة. نحكي الله حط فينا الغريزة، بعدين نحكي نفسرها من ناحية. اسمع وجهة نظري بس للآخر إذا أنا
هون الشر اللي احنا شفناه كبشر في القتال، الشر اللي شفناه كبشر في القتال، بدي اقول انه كيف ممكن يكون خير للانسانيه بشكل عام. وهذا اللي قد يجعل الموضوع انه انت تفهم الحكمه المتعاليه. انا بدي اتكلم على اساس الناس تكون متصالحه. اليوم اهم سبب بخلي الناس تلحد انه بيجي بقول لك انه وين ربنا عن اللي بصير، ليش ما يتدخل؟ مشكله الشر هي أسوأ مشكله ممكن تواجه اي حد يدعو الى عقيده. انا بدي اقدم لك جواب عنها، لانه الشر الاكبر اللي احنا بنعرفه كبشر الحرب. بس الحرب هاي لولاها لم تحدث الحضاره البشريه، كان ضلينا احنا المجتمعات البهيميه اللي عايشه افراد فرادى غير قادرين على انهم يتقدموا خطوه واحده الى الامام. في حد عنده قدره على انه يساعدني في الموضوع؟ كيف؟ هي ايه دكتور بس ملاحظه بس بدي اسال سؤال، سؤال قبل، الزراعه انت انظهرت؟ انا هل ممكن لما خف الصيد ممكن الثمن ألاف زي التاني بتيجي يعني عملية الصراحة بالضبط. بس كيف بدي الآلية بشكل مباشر؟ أنا بدي أحطكم بس قدام شوية معلومات. الزراعة بدأت من 10,000 سنة. أرجح هذا الفيزيكوي فضل. يعني مثلا عملية الأيونات والنيترونات الموجب والسلبي والعنصر الحر بروح لأشي أكثر منه بحيث إنه يوجد عملية استقرار. بس لكن فيها عملية صراع، عمليات الصراع تفرز اجسام مثلا غير مقبوله في اوقات معينه. هذه الاجسام من 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 الطبيعه او مثلا تتاثر من مثلا تتاثر من الطبيعه، سواء عوامل نقول مثلا زي العوامل الطبيعيه بتاثر على هذه الاجسام، فبتلاقيها نفط فبتتطور بتروح تستقر في مكان ثاني، بتحدث في المستقبل مثلا براكين ثورات كذا فبتتطور لشيء ثاني. هذه النظريه تقريبا نرجعها العمليات الحروب، عمليات الصراع اللي بتنوجد بتفني شغلات وبتتراكم عليها وبنبني عليها اشياء ثانيه. هذه اللي بتخلي الاشياء الماديه موجوده تتطور. ممكن تمام طيب. هلا هي احنا عندنا الحاله الطبيعيه، اوصفها اعملكم اقدم لكم وصف لها. الحاله الطبيعيه انه احنا افراد مشتتين، كل فرد فينا في عنده غرائز البقاء، بقائه هو كفرد وبقاء البشريه، لانه هو مركب على هيك، بمعنى انه هو بده يتجوز ويكون عنده اولاد. عشان يبقى هو يجب ان يبحث عن الطعام، وعشان يبقى هو واسرته يجب ان يكون قادر على حمايه الطعام والدفاع عن زوجته واولاده. اذا يجب عليه ان يقاتل، واحيانا هو غير قادر على الحصول على الطعام، اذا يجب ان يغزو الطرف الاخر اللي عنده وفره اكثر في الاكل، وهو شايف انه من عدم الانصاف انه انا اقدمه. اذا احنا قاعدين بنتقاتل. هذه الحاله الطبيعيه. طيب الحاله الطبيعيه هذه ايش افادتنا؟ يعني ايش الحكمه الالهيه كانت وراها ان نكون بالوحشيه؟ خذوا التالي. هذه الحالة تستدعي منا مش في البداية كان الإنسان على الجبال؟ على إيش؟ على الجبال قبل نزول السهول والهدف. أنا ما بعرفش وين كان، بس هو كان هيك بجمع وبلتقط. هو أريد الصراع لما كان على الجبال ما كانش قادر يخوض هذا الحرب بطن، كان لسه بيطور على مفهوم الطعام والبقاء، الطعام للبقاء. نعم. ما كانش لسه مفهوم الحرب ناشئ. بس في إشي، في إشي الإنسان قد استطاع إنه يستقصه. خليني احكي انا بس اذا ممكن بدي احكي شويه عشان اخلص الفكره عشان ما حدش يعترض علي اعتراض احيانا ممكن يكون جارح. احنا بنصل على سيدنا محمد. هذه حاله القتال اللي قاعده موجوده بين البشريه لوين كان ممكن تاخذنا؟ تاخذنا لانه الانسان يستقرئ التالي انه وجودي انا كفرد لحاله لا يكفي. هنا بدات شويه عقلانيه. لا يكفي لأن أستمر أنا والحياة. إحنا ممكن نخلص. نعرفش حالة الإفناء هذه، إفناء الآخرين والاقتتال لوين ممكن توصلنا. هاي جعلت الناس عندهم رغبة بأنه يتحركوا في مجموعات بشرية كبيرة. طيب هلا هم صاروا مجموعة بشرية كبيرة عشان يحموا بعض. بس صار تحريك المجموعة البشرية الكبيرة هذه مكلف ومجهد. فإذا صرنا بدنا نستقر. بس صرنا احنا موجودين هنا ممكن في مجموعه بشريه ثانيه تيجي تهاجمنا. نشأت فكره السور ان انا اعمل مدينه مصوره. وفكره المدينه المصوره يمكن تستغربوا سابقه على الزراعه. بس انا لما عملت مدينه مصوره بدات تطرح عندي اسئله انه المدينه هي وين لازم تكون؟ ما انا ما بديش اكون مدينه بعيده عن الموارد، بدي اكون مدينه قريب تقربني من الموارد. انا بقدرش اجيب حيواناتي لانه حيواناتي بسهوله ممكن تؤخذ زي سبي. إذا أنا بدي أزرع. بدأت فكرة إنه هو بده يزرع، لأنه الزراعة ما حدش رح يجي يعمل حصاد للقمح بعد ما يقاتلك. على الأقل، أو في عندك أنت دائما في شغلات قاعدة بتتجدد موجودة على الأرض. فصار في عندنا فكرة السور.
وصار في عندنا فكرة الزراعة. بس الشر اللي احنا بنشوفه شر ضلوا لحكمة، في قحط، في كوارث طبيعية ممكن تهدد حتى المدينة الآمنة اللي أنا عملتها. بدها حارس. إذا صار في فكرة إنه أحياناً أنا عندي قحط بقدر أغزو ناس عندهم إشي مخزن. فنشأت فكرة القائد. القائد هو مين؟ هو الشخص اللي استطاع أن يأتي بالغناء. تشكلت شخصية القائد بالأساس، الشخص القادر على جلب الغنيمة إنه أمن لي الحياة. فصار في نظام سياسي، صار في مدينة، صار في زراعة، كل هذا إحنا مدينين إله بالغريزة اللي إحنا قد نراها اليوم شريرة، وهي مش شريرة، هي بنت الحضارة البشرية. زي ما إحنا أحيانا نشوف إنه الغريزة الجنسية غريزة جدا قبيحة بمآلاتها، تمام، لكن إحنا بدنا نعرف إنه إحنا بدونها ما كانش في إمكانية إننا نستمر. إذا هذا حتى الشكل اللي ممكن حتى عقول معينة بالتأمل العقلي تتعالى عليه أو بعض المتصوفة يزهد فيه، هو ما له الحق في الزهد فيه، لأنه إحنا مدينين بالفضل له. المسألة مسألة ضبطه، إنه في إحنا عندنا غريزة قتال، في عندنا غريزة جنسية. العبرة أنت قديش قادر على ضبطها. النظام اللي إحنا بنسعى له لن يكون نظام كامل، لكن هو النظام الأقدر على حل مزيد من إشكالاتها، إنه عيوب الغريزة هاي تصل إلى المينيموم، ومحاسنها ومكاسبها لنا تصل إلى الماكسيموم. ضبطه كفرد، يعني فرد يضبط نفسه. لا، أنا أتكلم كمجتمع. الحاكم. لأنه إحنا نطلع عليه. الحاكم في الموضوع حماية. مش الحاكم. مش الحاكم. زائر القصر. لا. أنا أقول لك شغلة. انتبه معاي إنه إحنا قاعدين بنطلع إنه الغرائز الفردية بعد فترة بحكم وجود الحضارة البشرية تحولت لغرائز اجتماعية، وشوي شوي تكبر. إحنا شوي قاعدين نروح باتجاه الإنسان العالمي. تصير غرائزك البشرية بمعنى أنك أنت بتشوف بالإنسانية. وهذا الإشي صار حتى في الأديان. أنت في يوم من الأيام الرسالة مطلوب موجهة لآدم وبني، فيما بعد للقبيلة اليهودية لحالها، لكن بعد هيك التمام والكمال كان أنها تحول للعالمية. وكذلك الأمر سعينا البشري وغرائزنا هذه مطلوب أنها تتحول من فرديتك لما انتصل فيك للفرد الكوني، فرد المحب للبشرية. بس هي مرحلة صعبة. ومن أسئلتنا الفلسفية عن الحرب إنه هي ممكنة ولا لا؟ طيب نخليها للآخر. في حد عنده تعليق على الموضوع هذا أو شايف إنه في إشكال أو خلط؟ في وجيه إن أنا أخلط الميتافيزيقا بالفيزيقا. بس وجيه إنك تقول ليش سميت ميتافيزيقا والميتافيزيقا الكتاب لما نحط جنب الفيزيقا علشان نعم. لا صحيح، أنا فعلا مثلا يعني بس مجرد شيء ما فيش فصل هو ميتافيزيقا جنب الكتاب جنب الفيزيقا وما بعد الطبيعة الأمور كيف إجت كلمة في الترتيب ترتيب الكتاب الفيزيقا وما بعد الفيزيقا صار مصطلح يعني أساس الفصل إيش تحول مصطلح. أنا بفهم إنه من هيك الوقت صار إنه فعلاً الحروب أضعفت العقل البشري وصار الإنسان الوعي تبعه بينفر من الحروب ومن الشرور. بعرف إنه له فوائد كثير الحروب اللي صارت، بس إنه نبرر هذا الإشي إنه أنا ما بدي أبرره. أنا عرفت أقول هل الحرب هل هذا السيستم كان هو مفروض يكون هذا الصنع؟ لا طلع عليك. هل الحرب أنت بتحكيش عن مثل وعن واقع، أنت بتحكي عن واقع بس. أنا ما بحكي عن مثل ولا عم بحكي للواقع.